إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مرحبا بكم الإخوان في هذا اللايف هذا. بطبيعة الحال كنتمنى من جميع المتتبعين أنهم يكونوا يعني على القرص. فكيف ما كتعرفوا أن مؤخرا كان يعني تم الاعتقال ديال محمد السكاكي مول الكاسكيطة، وانا شخصيا يعني كنت كنشهد لواحد الواقعة كانت طرات لهذا السيد يعني في الشدة الاولى، وكنت شهدت على ان المشكل اللي كان طرا ليه فيه ان انا كنتكلم على المشكل الاول فيه ان، لانني انا اعلم جيدا المواضيع اللي كنطرق لها، وخصوصا يعني المواضيع اللي صارت الجدل في المغرب. ثانيا هو الان محمد السكاكي مول الكاسكيطة من بعد الخروج ديالو، الكل يعلم على ان لغه الحوار ولغه التواصل ولغه الانتقاد ولغه ايصال الافكار يعني اصبحت عنده لغه اخرى، اي طريقه اخرى. ونعطيكم انا ابسط مثال، هو يعني رسائله المباشره الى ملك البلاد. اذا هنا كنقولوا بان كاين واحد القسمين، قسم الاول يقول بان ربما المواقف ديالو هي اللي جعلت انه يتم الاعتقال بهذه الطريقه المفروشه، بما ان جامعه الستات هي اللي تابعته، فالناس كتقول بانه ربما هذا غادي يقدر يكون واحد يعني اش غنقول لكم يعني فيلم سيناريو. الاخرون يعني القله الاخرى تقول بانه ربما غادي يكون ان هذا السيد هذا فعلا دار هذا الشيء هذا الى اخره. احنا المشكل ديال اليوم هو اننا غادي نتناقشوا على هذه القضيه ديال السكر، مع العلم اننا ما غادي نثقوا حتى شي جهه معينه. احنا ما كنقولوش هذا محمد كان سكران ولا ما كانش سكران، احنا ما كناش معاه، ولكن فعلا جابت الظروف وجابت الوقت باش غنناقشوا موضوع الخمر في المغرب. ونعطيكم انا على سبيل المثال، هذا واحد الصديق ديالي كيعاود لنا واحد القصه ديال واحد الولد في واحد العهد في بني ملال، شدوا ليه الابن ديالو بتهمه انه سكران، وفي ذاك الوقت يعني كان خاص شي واحد يدافع عليه، اما محامي اما، فجا الاب كيدافع عليه عند وكيل الملك، وقال لي وكيل الملك واش عرفتي شنو هي التهمه ديال ولدك؟ قال لي شنو هي التهمه؟ قال لي ودي راه الولد ديالك جا سكرين، يعني لقاوه السلطات لقاوه شارب الخمر، وهذا الخمر اللي كان شاربه ادى به انه يدير شي سلوكات اللي كتضر يعني بشي جهه معينه. ف تما الاب طرح سؤال ما جاوبش، طرح سؤال على وكيل الملك. شنو قال ليه؟ قال لي ودي سعاده وكيل الملك، انا بني ملال اللي كنسكن فيها كيدخلوا ليها 4 ترميك في النهار ديال الشراب، كيدخلوا ليها 4 ترميك ديال الشراب في النهار. انا بغيت نعرف ولدي شحال شرب، شرب قرعه، شرب جوج، شرب رموك، شرب جوج ترموكات، هاك يعني شرب رموك، شرب جوج ترموكات. اذا الا كان ولدي شرب رموك او لا شرب جوج، وريونا او وريني هادوك، بغينا نعرفوا دوك 3 ترموكات او لا دوك الشراب الاخر شكون كيشربوا. واش ما الا مشينا لابسط حاجه غير المخالفات، شكون اللي كنلقاو في المخالفات؟ واش كنلقاو فيها الناس اللي لاباس عليهم ولا الناس اللي هما فقراء؟ هاد السكر العلني شكون اللي كنلقاو فيه؟ نتحداكم، انا نتحدى اي واحد. نمشيو دابا للمحاضر ونمشيو نشوفوا الناس اللي هما كيديوهم في السكر العلني، ونعرفوا الناس اللي هما كيديوهم يعني باتوا او لا يديوهم للسجن او لا بداعي انهم كيشربوا. مثلا حنا بطبيعه الحال ما كندافعوش على الناس اللي هما كيشربوا الخمر، هذه من جهه، ولكن كنقولوا بان القانون الا بغى يطبق خاصو يطبق على الكل. فلهذا الجديد يعني وراء الاعتقال ديال محمد اليوم
داز في المحكمة وتم التمديد ديالو، يعني إن شاء الله غدا غادي يكون يعني غيدوز عند وكيل الملك. كنتمناو أن زعما حنا كنتمناو أن داك السيد ما يتسجنش، هذا من جانب، ولكن من جانب آخر خاصنا نعرفوا أي مواطن واش هاد الشيء هذا زعما ما معروف، زعما هذا الموضوع هذا ما معروفش، زعما الشراب ما عارفينش حنا شكون اللي كيستعمل الشراب أولا شكون اللي كيستعمل الخمر. دابا حاليا نهبطوا لعين دياب أولا نهبطوا لأي بار، واش البيران كاينين ولا ما كاينينش؟ واش الخمر كاين ولا ما كاينش؟ واش المخدرات كاينين ولا ما كاينينش؟ إلا مشينا وبغينا نعرفوا شكون هما الناس اللي كيستعملوا هاد المخدرات، غادي نلقاو على أن الناس البرجوا أولا الناس اللي عندهم المال ما كيتشدوش. نتحداكم أن شي واحد من ولاد الناس اللي هما لاباس عليهم لقاوه بيت 48 ساعة. نتحداكم شي واحد من الناس اللي هما لاباس عليهم وعندهم السلطة أو لا عندهم شي حاجة أخرى لقاو عنده واحد المحضر ديال المخالفة إلا من رحم الله. إذا شكون اللي كيستافد أصلا من الخمر؟ شكون اللي كيدخل أصلا الشراب؟ والفيلم اللي كاين هو هاد القضية اللي ما دخلتش لبزاف ديال الناس المغاربة، ما دخلش لهم لدماغهم، هو أن جامعة على قدها غدا تتابع مثلا محمد، يعني من حرية التعبير لحرية التخبير. فاحنا ما كندافعوش على شي واحد كيشرب الخمر أو لشي واحد كيستعمل المخدرات، ولكن كنقولوا بأن القانون في هذه البلاد خاصو يطبق على كل شيء. إذا كنتو بغيتو تطبقوا القانون بالحذافير ديالو طبقوه على الكل، لأن حتى المواقف ديال الاخ محمد فكدير لنا واحد العلامه ديال الاستفهام، مواقف محمد كدير لنا واحد العلامه ديال الاستفهام. وغدا انا كنوجه نداء الاحرار والمناضلين، غدا ان شاء الله غادي نكونوا بسطات، ضروري ما خاصنا نمشيو لعين المكان ونوقفوا ونتضامنوا، لان المشكل اللي واقعين فيه المغاربه، وانا كنتمنى من كل شيء نشرت الفيديو هذا، المشكل اللي وقعتوا فيه المغاربه هو انهم ولاو كيميزيوكم على بعضياتكم، ولا خاصك انت تنتقد مواطن، ولا خاصك انت تنتقد هذاك اللي داوي في الفيسبوك او اللي داوي في جهه معينه وهو كيدافع على حقك. هذا هو الهدف ديالهم باش يشتتوكم، كيف ما داروا لكم في حمله المقاطعه، وكيف ما داروا لكم في عده اشياء. والحلوى المؤخره، يعني الحلوى الاخرى، كتبين على انهم شاد الحلوه اللي طرات البرلمان مزيانه للمخزن باش يلهيو الشعب، لقاو ندغوا فمكم، عرفوا يعني دويو في شي حاجه من غير حقكم في هذه البلاد. فلهذا كيف ما قلت لكم الاخوان، الا كانت السيد كاع علينا فريد مثلا شرب كاس، شكون اللي يشرب 4 الرميك؟ وشكون اللي يشرب 5 الرميك؟ وشكون كيشرب هاد الرميك ديال الشراب ديال الخمور؟ حنا البارح مشينا غير لهذا كنقلبوا على واحد الموتور بمناسبه واحد لاكسيدون ديال احد افراد العائله ديالنا، لقينا السيد اللي هو حاضي الماطر سكرين، اللي حاضي الماطر وحاضي الطوموبيلات في فين هذاك فوريان، في الفوريان شارب الخمر وريحه الخمر خارجه ليه من فمه. اذا هاد البلاد ما فيها حتى شي مسؤول كيشرب. وعلاش هادوك الشباب بطبيعه الحال، غنعاود نقولها، ما كندافعش على شي واحد، ما كندافعش على شي واحد كيشرب الخمر، ولكن علاش هادوك الناس اللي هما عندهم واحد الموارد ماليه ولاباس عليهم ما كيتشدوش وما نمشيوش بعيد؟ غير داك ولد الدرهم اللي كان مؤخرا طرا ليه المشكل، بل ولد الفشوش اللي طرا ليه المشكل كاع مع البول، وفي الاخر دميصه دمصوها باك صح. اذا داك اللي ولدو تشد ودوز التليفون وقال الو السلام عليكم راه معاك الحاج فلان، انت كيفاش الحاج فلان ولدك سكران وبغيتي تخرجوا؟ علاش ولدك ما يكونش مع ولاد الشعب؟ راه المخالفات اللي كتخلص اليوم في المغرب راه اغلبها كيخلصها ولاد الشعب، راه ولاد الشعب هما اللي كيمصوا لهم الدم ديالهم، ولاد الشعب هما اللي كيطبق عليهم القانون، اصحاب المواقف هما اللي كيطبقوا عليهم القانون، الناس اللي عندهم رأي في هاد البلاد هما اللي كيطبق عليهم القانون، المناضلين اللي مشاو للسجون مؤخرا أو بين هما اللي كيطبق عليهم القانون، واللي ناهبين الثروات ديال البلاد ما كيطبقش عليهم القانون.
واللي قاموا بإيمان هذا الشعب هذا ما كيطبقش عليهم القانون، واللي كلاو الثروه ديال البلاد ما كيطبقش عليهم القانون، واللي كان سبب في موت محسن فكري ما تطبقش عليه القانون، واللي كان سبب في موت حياة ما يطبقش عليه القانون، واللي كان سبب في الزيادات ديال الاسعار على الشعب ما يطبقش عليه القانون، واللي شفر 17 مليار ما يطبقش عليه القانون، واللي شرب كاس تورني جغيمه لينفريد كيف ما كيقول الاخ لينفريد جدلا ان السيد هذا شرب الخمر. علاش اخويا وفرتوا لي نتوما كاع تشرب ملي حنا دوله اسلاميه؟ ياك الدوله دوله امير المؤمنين والاسلام اسيدي حنا ما ديروش لنا اخويا حنا الشراب هذا، حنا ما عندنا ما نديروا بهذا الخمر، ولا هو قولوا لينا فاز قلنا ودي راه هاز واحد الميزانيه ديال واحد البلاد وكنخلصوا به ما عرفت شكون ائمه المساجد. راه الموضوع الخطير اليوم اللي كاين في البلاد هو ان سمعنا حتى يعني الائمه كيتخلصوا على ظهر هاد الخمور، فلهذا احنا ماشي ضد القانون، احنا مع القانون، احنا مع الحق، احنا ضد الحقره، احنا ضد ان القانون ما يطبقش على كل شيء، احنا ضد ان القانون يطبق غير على ولاد الفقراء، احنا ضد ان الديور تريبهم غير على ولاد الفقراء، احنا ضد ان الناس الاغنياء في هذه البلاد ما كيخلصوش الضرائب، احنا ضد ان الناس الاغنياء ولادهم ما كيتشدوش في السجون، احنا ضد ان الناس الاغنياء واللي عندهم السلطه في هذه البلاد ولادهم كيديروا قد الخله وما كيمشيوش للسجن، ما كيتمش الاعتقال ديالهم. علاش خاص كلشي يكون سواسيه؟ مول كاسكيطه محمد السكاكي لحد الان باقي حنا ما متاكدينش، وريونا الا كاين شي فيديو لوحوا لينا نتاكدوا من صحه الكلام ديالكم. ماشي جريده معينه عندها علاقه بالجامعه تنشر لينا بان السيد كان فعلا شارب الخمر ونقولوا فعلا السيد كان شارب الخمر، فعلا السيد راه كيف زاد او اللي جا اللي قال لنا شي حاجه نتيقوها. وكيف ما قلت لكم نفرضوا بان هذا السيد بحال واحد دار مخالفه، وانا نعاود لكم هذه واحد الحكايه، انا غنعاود لكم، كنتمناكم انكم تنشروا باش نعمموا الفكره ونعمموا حتى التضامن ديالنا مع الاخ محمد. اي واحد فيكم تلاقى بذاك السيد عن قرب غادي يقول ان ذاك السيد راجل، اي واحد فيكم تلاقى بذاك السيد عن قرب غايقول ان ذاك السيد راجل. واحد السيد وماشي واحد السيد، هذا انا عباد الله، انا درت مخالفه ديال السرعه وهادي سطروا عليها بالاحمر ونشروها باش حتى الجهات المعنيه تسمعها. انا عبد ربي محمد بن نيس ملقب مرشكاره رقم البطاقه الوطنيه بيك 404782، كنت غادي في طريق سيدي بن نور، درت مخالفه. شنو هي هاد المخالفه؟ هو انني عوض ما نمشي ب60 مشيت واقيلا ب70 اولا بفوق 70، فوقفني شرطي وقال لي بالحرف على انني خاصني من الضروري انني خاصني نخلص هذه المخالفه، وجا واحد الشرطي اخر معاه وعرفني يعني قال لي انت هذاك الورد اللي كيدير فيديوهات الى اخره وكذا، وقال بانه القانون خاصو يطبق. قلت لي مرحبا قسما بالله العلي العظيم، وإلا كان هو ربما كيتفرج او لو وصلت الفيديو راه غادي يقول كلام هذا الولد هذا صح، اقسم لكم بالله العلي العظيم اللي غيوقف من ورايا وغيوقفوه خدام في الجندارم كيف ما صرح هو. انا وقفت خلصت المخالفه 150 درهم وخديت المخالفه وزدت وبقيت واقف. الوقت اللي وقف هو هذا السيد اللي قال بانه في السلطه ف سلم عليه ووقفه وخلاه مشى، وفي ديك اللحظه قبل ما يخليه يمشي يعني كيشوف فيه يعني كيشوف رده الفعل ديالي، ومشيت عنده وقلت لي علاش القانون ما يطبقش عليا وعلى هذا السيد هذا. انا ماشي ضد القانون، انا خرقت القانون، انا درت واحد الخطا خاصني نخلص ماشي مشكل، ولكن المشكل الكبير هو داك اللي ورايا داز، اللي ورايا داز وقلت لي بانه في السلطه وما خلصش. علاش
حقره. واش هذه كتسمى حقره في الاول؟ وما احنا مغاربه ما غاديش نكذبوا على بعضياتنا. هذاك الطيب والرغيب فينا، ما نكذبوش ما نكذبوش. ديك الله يجازيك بخير والمسامحه كاينه، ما ننكرش، انا رجل ما كنكذبش. ملي مشيت عنده يعني اش قال لي هذا السيد هذا اللي هو كان تما، قال لي ودي راه الكاميرا شداتك ما نقدروش نسمحوا لك، الكاميرا دزتي فيها. كيفاش انا دزت في الكاميرا وهذاك الجندر ما دزش في الكاميرا؟ هذاك السلطه اللي قلتوا لي في السلطه واش ما دزش في الكاميرا؟ كيفاش غيديروا ليه يعني؟ واش غتخبروه من الكاميرا؟ بغيت الشرح من الجهات المعنيه، علاش القانون ما كيطبقش على كل شيء؟ هادو غير في السلطه صغير، وشوفوا كيفاش تعامل معاه. وهذه امام الاعين ديالي انا، انا شاهد عليها هذه، وماشي مره ماشي جوج، وانا كنأكد عليكم وما طبقش عليه القانون. فما بالك بالوزير وبالرئيس وبرئيس الجماعه وبالعميد وبالقياد فما بالكم؟ وبطبيعه الحال حنا راه ما كنقولوش بان الكل فاسد، وما كنقولوش بان الكل كيخرق القانون. كاينين في هاد البلاد رجال مسؤولين، رجال، ويدير المخالفه ما يسمحش لنفسه، ما يسمحش لنفسه انه يقول للبوليسي او للجندرم او لاي واحد شدو يقول لي انا راني فلان، او لا يخلص مخالفته كيزيد. وكنعرفهم ولاد دربنا يعني، يعني في دربنا، وما كيسمحش، ما تسمحش لنفسه. ولكن القانون ملي كنتكلموا على القانون يطبق على كل شيء. كذا ومثال مول الكاسكيطه، الا قلتوا لنا بانه مول الكاسكيطه في الجانب ديال الحرم ديال 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 ديال, ديال, ديال الجامعه، انا غنقول لكم ان الجامعات فيهم الفساد. انا غنقول لكم، بان راس الفساد ديال الدراسه في الجامعات. اجيو عندي للجامعه هنا في طريق الجديده تشوفوا الفساد، الفساد الكبير هو اللي كاين في الجامعات. راه اللي هما لداخل هما كيديروا الفساد، بل حتى بعض الاساتذه اللي في الجامعات كيمارسوا الفساد على بنات باش يعطيوهم البولتان نقطة. وهادشي راه شفناه بالأدلة وبالبراهين، سيروا تفرجوا في البنت اللي تشكات من الأستاذ، وماشي وحدة وماشي جوج. الكاميرا كنتمنوا أن كيف ما قلت لكم الإخوان، لحد الآن باقي ما شفنا والو، ولحد الآن ما تبقاوش تثقوا في الإعلام المزيف، الإعلام المخزن، الإعلام المشري. ما تبقاوش تثقوا في الاعلام المشري، ولاد الشعب تضامنوا وما خلاوهمش يتضامنوا، وبداو كيميزوا على بعضياتهم. هذا راه ولد الحرام كيدير، هذا راه ولد الحرام، اش غيدير كاع هاد ولد الشعب؟ واش ولد الشعب غيشفر ميزانيه الدوله؟ هاد اللي كتكلموا عليه مثلا، هاد ولد الشعب مثلا اللي كيتهموه سواء بالنصب سواء بانه ما مزيان، اش دار؟ احنا كنتكلموا على الفساد الكبير والثروة، وفين هي الثروة ديال هاد البلاد؟ وجوج البحور فين مشاو؟ وجوج البحور وبلادكم داتا فرنسا، هادي هي حقيقة الأمر. وفين هي الثروة؟ وفين الفضة؟ وفين الذهب؟ وفين المناجم؟ وشنو شاط هاد الشعب؟ والفوسفات عباد الله ما كنستافدوا منه حتى شي حاجة. هل معقول؟ هل حقيقة؟ بدون قناع، بدون حقيقة. الحقيقة هو وريونا فلوس هاد الشعب فين مشى. وكيف ما قال واحد الأخ طالب الله يجزيه بخير، الدعم اللي كتقولوا بأنكم كتدعموا، أنتم ديما كتقولوا كندعموا، كتدعموا البوطة ساوية 150 درهم كنخليوها للشعب غير 40 درهم، علاش؟ كندعموا. وقولوا لنا خويا الثروة شحال كتخرج لهاد الشعب باش نعرفوا شحال كيشيط، لكم وشحال كيشيط لهاد الشعب هذا، باش نديروا عملية زائد ناقص وشيطوا للشعب وعطوا شوية للشعب. راكم قارتوا هاد الشعب هذا. كل تضامن، أبى من أبى وكره من كره. مول الكاسكيطة صاحب المواقف، مول الكاسكيطة صاحب المواقف، رجل هذاك السيد كنتضامنوا معاه. وغدا هذا نداء لجميع الأحرار، غدا إن شاء الله كانت تخرجي غدا يوم القيامة كاع، غدا إن شاء الله غيكون عندنا لقاء أمام المحكمة، وغنوقفوا وغنديروا لايف من تما ان شاء الله، وغنزوروا الاهل ديالو، وباذن الله كنتمناو الخروج ديال هذاك السيد.
ثم ما باش لكم مول الكاسكيطه ملي دار واحد العمل جبار او لا رائع او لا وزيدون وريونا فين وصلت المحاكمه ديال ناهبي ثروات البلاد. راه ما حد باقين كتستافدوا من الريع في هاد البلاد، ما كاينش ديمقراطيه. راه ما حد باقين السبيطارات كينهبوا في ولاد الشعب، لا البريفي لا كلشي. الدوله كتقتلك والبريفي كيقتلك بجوجهم، محامين علينا شي هاد البلاد هادي، محامين علينا، محامين على هاد الشعب هذا. اللي غنقول لكم الله يدير شي تاوين في هاد البلاد. راه كل مره كيقولنا الخلل فين، مره الخلل في هاد الجهه، مره الخلل في هاد الجهه، مره الخلل في الجهه الاخرى، مره كل مره وكيقول لك خلل فين. والا ما تضامنتوش عرفوا بان هذا هو البدايه ديال الانهزام ديال الشعب. تضامنوا بيناتكم، واللي غلط فينا خاصنا حنا نوريو العيب ديالو ونكونوا خوت. حيت هذاك اللي صوتتي عليه ما مسوقش لك، ما مسوقش لا لمك لا لباك لا حتى شي واحد، ما مسوقش لك، مسوق للثروه كيفاش غادي يديرها في جيبو ويعطيها لولادو. اما سارقي الحلويات اللي سرقوا الحلوى هذوك هضره اخرى، هذوك موضوع اخر. فلهذا قبل يعني ما نختم غنقول في بلادي ظلموني، وتحيه للجماهير الرجويه على هذا الميساج اللي خوف المخزن، وتحيه حتى للجماهير الوداديه على واحد التراك ديال الحكومه راه معروف يعني، خصوصا ملي الجماهير كتولي تطرق لمواضيع الشعب راهما كيتخوفوا. وكيف ما قلت لكم الاخوان، ناقصنا الوعي وخاصنا نوعاو في هذه البلاد. الى الدوله ما بغاتش توعيكم وعاو، قراو، بحثوا، عرفوا التاريخ ديالكم، عرفوا التاريخ ديالكم، عرفوا الحكم في هذه البلاد كيفاش داز، عرفوا الناس اللي هما حكموا هذه البلاد كيفاش دوزوا هذه البلاد، عرفوا الناس البرلمانيين اللي عرفوا المسؤولين، عرفوا الشعب، عرفوا كل شيء. انتم الشعب ما خاص يخفى عليه حتى شي حاجه. عرفوا ثروات بلادكم، عرفوا بان بلادكم راه تكون من احسن الدول في العالم، وقارنوا بلادكم وقارنوا ثروات بلادكم بالثروات ديال الدول المتقدمه، وشوفوا الدول المتقدمه واش فيها الفوسفات، شوفوا الدول المتقدمه واش فيها الذهب، شوفوا الدول المتقدمه واش فيها هاد الثروات. وليكن في علمكم ان الدوله ديالنا راه جات في الشوكه. اذا اخر كلمه غنقول لكم، كل تضامن مع خويا محمد مول الكاسكيطه، وكل تضامن مع كاع الرجال ديال هاد البلاد، من عادل البداحي، مراد الكرطومي، الصحفي المهداوي، هاد الناس هادو كلهم من الجراده، المعتقلين ديال الجراده، معتقلين الريف على راسهم ناصر الزافي، وكلهم كنتضامنوا مع الرجال وكنتضامنوا مع المناضلين، وكنقولوا من هذا المنبر ان هاد البلاد خاصها مناضل، خاصها مناضل اللي تواصل مع هاد الشعب. السلام عليكم. غدا ان شاء الله راه غنكونوا في المحكمه ان شاء الله ديال الصاد. الله يعاونكم. كل تضامن مع محمد.